نوكيا 6.1 بلس الجديد بنظام أندرويد 1. من ناحية التصميم، هاتف نوكيا 6.1 بلس يجي بفريم من الألمنيوم وشاشة حجمها 5.8 إنش وبدقة 1080x2280، تعتبر فول اتش دي بلس ومزودة بغوريلا جلاس من الفئة الثالثة. ويجي معاه معالج سناب دراجون 636 اللي يعطيك أداء متوازن بين البطارية والسرعة، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجا بايت رام وذاكرة تخزينية داخلية بحجم 64 جيجا، وتقدر تزيدها إلى 400 جيجا عن طريق الذاكرة الخارجية. الهاتف يمتلك منفذ للسماعات 3.5، ومن الجانب في مكان للشريحتين أو استبدال مكان الشريحة الثانية بذاكرة خارجية، الخيار لك. ومن الأسفل منفذ الشحن من نوع USB Type-C. مكان البصمة بيكون في الخلف، وأكيد النوتش في الأعلى مع الكاميرا الأمامية. بالنسبة للكاميرا، من الخلف في كاميرتين، الأولى 16 ميجا بكسل والثانية 5 ميجا بكسل، ومن الأمام عندنا كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل. الكاميرا فيها خاصية التصوير الضبابي ومزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور، وكذلك خاصية الـ HDR لتحسين الألوان، بالإضافة للميزة المعروفة في جوالات نوكيا لتقسيم الصور من الأمام والخلف. وكذلك عندنا الفيديو اللي يوصل دقته إلى 4K للكاميرا الخلفية و 1080p للكاميرا الأمامية. أما بالنسبة للنظام، فنوكيا 6.1 بلس ضمن برنامج أندرويد 1 بتحديث أندرويد 8.1، يعني راح تضمن جهاز سريع وتحديثات أمنية ورئيسية للجهاز أول بأول بدون أي تأخير. أما البطارية فهي 3060 ملي أمبير مع إمكانية الشحن السريع. الهاتف متوفر بثلاث ألوان، الأسود والأزرق والأبيض. تقدر تحصل عليه الآن على طريق جرير.com من الرابط اللي بيظهر أمامك. شكرا للمتابعة، ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم. مع السلامة.